السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أجمل تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي ما بين السطور لتسليط الأضواء على جديد الصحافة الرياضية لهذا اليوم، سواء المحلية العربية، وختاما وكالمعتاد مع الأخبار العالمية. فأهلا وسهلا بكم معنا. وبداية مشاهدينا، وقبل الدخول في صحافتنا المحلية، دعونا نتوقف قليلا مع أبرز وأهم العناوين. نبدأ مع الأنباء التي عنونت كاظمة يقلبها على الجهراء. وفي القبس قمة خارج الحسابات. وفي جريدة الجريدة، كاظمة يسعى للمحافظة على قمة اليد أمام اليرموك. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به صحيفة الأنباء والتي عنونت كاظمة يقلبها على الجهراء. وفي سياق الخبر، قلب كاظمة تأخره إلى فوز على الجهراء بنتيجة هدفين لهدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الصداقة والسلام ضمن الجولة العاشرة من دوري فيفا لكرة القدم للدرجة الأولى الممتازة. وبهذا الفوز رفع البرتغالي رصيده إلى 19 نقطة، فيما بقي الجهراء في المركز الأخير بنقطتين. وفي مباراة أخرى تعادل الفحيحيل مع النصر بهدف لكل طرف. ونفتح صفحتنا الثانية وهي القبس، ونقرأ من خلالها في العنوان قمة خارج الحسابات. وفي سياق الخبر مشاهدينا، قمة كروية مشتعلة خارج الحسابات ترنو إليها الأبصار الليلة، تجمع بين القادسية وغريمه التقليدي العربي في 27 دقيقة مساء على استاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري فيفا الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد مبارتين أيضا تجمع الكويت مع تضامن والسالمية مع الشباب. وما زلنا مشاهدينا مع صحفنا المحلية، ونقرأ هذه المرة مع جريدة الجريدة والتي جاء في عنوانها كاظمة يسعى للمحافظة على قمة اليد أمام اليرموك. يتطلع فريق كاظمة إلى المحافظة على قمة ترتيب فرق الدوري العام لكرة اليد عندما يلتقي في 5 من مساء اليوم مع منافسه اليرموك على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية ضمن منافسات الجولة 9 من المسابقة، ويليها مباراة أخرى تجمع برقان مع صليبيخات، وتلعب مباراة كاظمة واليرموك وتعتبر مباراة كاظمة واليرموك هي اللقاء المنتظر اليوم نظرا إلى طموح الفريقين في حصد نقطتي الفوز. وبعد الانتهاء من جولتنا المحلية مشاهدينا، نذهب إلى هذا الفاصل لنستطلع أهم الأخبار والعناوين في الصحف العربية. نبدأ مع الجزيرة السعودية والتي عنونت النصر في مهمة أكون أو لا أكون للعودة بورقة التأهل أمام مولودية الجزائر. وفي العرب القطرية، مهمة صعبة للخور أمام السد في مواجهة مؤجلة. وفي صحيفة عمان العمانية، أنظار آسيا تتجه إلى مسقط اليوم. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وما زلنا مستمر معكم في برنامجكم ما بين السطور. وأولى صحفنا العربية ستكون هي الجزيرة السعودية، والتي جاء فيها في العنوان النصر في مهمة أكون أو لا أكون للعودة بورقة التأهل أمام مولودية الجزائر.
يحل الفريق النصراوي ممثل المملكة العربية السعودية الأول في مسابقة كأس زايد الأبطال مساء اليوم الأربعاء ضيفا على فريق مولودية الجزائر، ورافعا شعار الفوز ولا شيء غيره في مواجهة الإياب لدور 16 من المسابقة التي ستجمعهما بالعاصمة الجزائرية. الفريق النصراوي لا شيء أمامه سوى الفوز فقط لتعويض تعثره في لقاء الذهاب والوصول لدور الثمانية بعدما خسر الفريق الأصفر في لقاء الذهاب بهدف للا شيء. وما زلنا مكمل معكم مشاهدينا في جولتنا الصحفية العربية، وهذه المرة مع صحيفة العرب القطرية والتي عنونت مهمة صعبة للخور أمام السد في مواجهة مؤجلة. يستضيف فريق الخور لكرة القدم مساء اليوم بملعبه نظيره السد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لدور نجوم QMB. كان السد تخلف عن إجرائها بسبب مشاركته وقتها في دوري أبطال آسيا، ويتطلع السد صاحب المركز الثاني لترتيب الدوري برصيد 26 نقطة إلى الفوز لتقليص فارق النقاط بينه وبين المتصدر الدحيل من 8 إلى 5 نقاط، وإنعاش أماله في تبادل المراكز معه في الجولات المقبلة للدوري. أما ثالث صحفنا العربية مشاهدين ستكون مع عمان العمانية، والتي جاء في عنوانها أو عنوانها أنظار آسيا تتجه إلى مسقط اليوم. تتجه الأنظار إلى العاصمة مسقط التي تحتضن مساء اليوم حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد، وبحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والرياضية وقيادات كرة القدم الآسيوية. ومع خبر حفل الجوائز الآسيوي مشاهدينا ننهي جولتنا في الصحافة المحلية وكذلك العربية لننتقل إلى أهم الأخبار والعناوين في الصحافة العالمية، ولكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وتأتيكم الصحف العالمية بعد هذه العناوين. بداية مع توتو سبورت، الدون يحقق رقما قياسيا جديدا بالشامبيونز ليج. وفي الماركة الإسبانية الملكي يدون رقما مثيرا من جديد. أما ميرور فعنونت أغويرو يدخل تاريخ دوري الأبطال. وصحيفة بلد عنونت ليفا سادس أفضل هداف في دوري الأبطال. أما صحيفة مترو فعنونت لاعب توتنهام الإنتر واحد من أفضل الفرق بالعالم. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونستهل جولتنا العالمية من صحيفة توتو سبورت والتي عنونت الدون يحقق رقما قياسيا جديدا بالشامبيونز ليج. وفي الخبر دون الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رقما قياسيا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وصنع كريستيانو هدف يوفنتوس الوحيد الذي سجله الكرواتي ماريو مانزوكيتش في ليلة الفوز على فالنسيا 0-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يحصد 100 انتصار في دوري أبطال
أوروبا. وللحديث أكثر عن أبرز ما طلعتنا به صفحات الرياضية العالمية، يسعدنا أن ينضم معنا في الاستديو الزميل والناقد الرياضي بجريدة النهار الأستاذ راشد خلف. حياك الله أستاذ معنا في ما بين السطور، وبالتأكيد سعداء بهذا التواصل معك في حلقة اليوم. يا هلا فيك وفي السادة المشاهدين. حياك الله أستاذي. نتكلم بداية عن رونالدو واستمراره في تحطيم الأرقام القياسية، وتحديدا في بطولته المفضلة الشامبيونز ليج، ووصوله إلى 100 انتصار بفوز يوفنتوس أمس على فالنسيا. رأيك وتعليقك على هذا الأمر؟ صحيح، مثل ما قلت هذه بطولته المفضلة. نعم. إحنا يمكن السنوات الأخيرة كريستيانو رونالدو أصبح هو أيقونة دوري الأبطال. يعني أهداف، يعني يمكن قبل كم سنة إحنا لو نتكلم عن الهداف التاريخي لما كان راؤول، يعني كان نقول صعب أحد يوصل له، بس وجود كريستيانو وميسي كل واحد يحطم رقم الثاني كل واحد. لما الفترة الأخيرة طبعا كريستيانو فرق يعني 120 هدف، يعني ما حد كان متوقع أن هذا ممكن. هذا كان بالسبعينات ورقم بعيد يعني عن الباجي كان راؤول. صحيح. وكان رقم يعني رقم يمكن إعجازي، لكن اللي سووه يعني كريستيانو بدوري الأبطال وطبعا بوجود ميسي، يعني اثنين هم هذا وجودهم مع بعض كان يعطي دافع للآخر يعني. بس طبعا بالدوري الأبطال يعني احنا بالسنوات الأخيرة شفنا كريستيانو مع ريال مدريد. نعم. الانتصارات، تحقيق البطولة 3 مرات متتالية و4 مرات في آخر 5 سنوات. والحديث احيانا يعني كريستيانو احيانا يعني تقول مثل في البعض يعني يقول انه ممكن هذا آخر موسم، ممكن انه اللاعب خلاص نقول انتهى او انه خلاص عمره كبير، لكن كل سنة يثبت أنه بعده ما زال وعنده قدرة، وخصوصا دوري الأبطال. ويمكن يوفنتوس ماخذين يعني هذا السبب يعني أنه ممكن يحقق الأبطال معهم. يعني سؤالي الثاني هذا كان أستاذ يعني بالحديث عن يوفنتوس وتحقيق لانتصار يوم أمس وتأهل للدور 16 من دوري أبطال أوروبا، رأيك وين راح يوصل يوفنتوس بهذه البطولة للموسم الحالي، بطولة دوري أبطال أوروبا؟ أذكر إحنا مرة تكلمنا بالبرنامج إني هم عن يوفنتوس وليش ما يفوز كان. يعني إحنا أعتقد قلنا إن يوفنتوس مو ناقصة شيء، يعني شنو اللي كانت مشكلته بالسنوات الأخيرة الفرق الإسبانية. نعم. يعني كان يوصل يخسر من ريال مدريد، يوصل يخسر من برشلونة. أوكي. لما طلع برشلونة بدور 16 أو دور 8 بالنهاية خسر من ريال مدريد. صحيح. كان مشكلته كانت بالسنة هذه يمكن الفرق الأسبانية متراجعة. نعم. وموجود معه مثل ما قلنا أيقونة الدوري الأبطال، موجود كريستيانو ممكن لاعب متعود على الأمور هذه، ممكن أنه بخصوصا بالأدوار الإقصائية السنوات الأخيرة شفناه بالأدوار الإقصائية يتألق كريستيانو. صحيح. ممكن هذه تكون سنة يوفنتوس. ممكن يعني تشوف أنه ممكن جدا خصوصا مع تراجع يعني برشلونة وريال وبايرن ميونخ، يعني ممكن يكون يوفنتوس الأوفر حظا. ما تشوف أن هذا الأمر ممكن يشكل ضغط أكثر على الفريق؟ لا، احنا هو طبعا هذا انت تتكلم عن بطوله يعني بعدين راح تكون ادوار اقصائيه، يعني ممكن بي مباراه تطلع، انت ممكن مباراه لاعب ينطرد، ممكن تحدث مشكله مثلا، او مباراه برشلونه ويوفنتوس 3-0 في الذهاب خلاص انتهت المباراه. يعني اوكي صارت مع باريس سان جيرمان الريمونتادا، لكن ما تصير دائما. نعم. انت ممكن مباراه خسر وتطلع، يعني بخروج المغلوب ممكن يصير اي شيء، لكن احنا نشوف كشكل الفرق كم مستوى الفرق، يمكن يوفنتوس هو الأجهز، هو يعني تقريبا يعني الأجهز. كل يوم معك أستاذي في أخبارنا العالمية ومع مشاهدينا، وبخبرنا الثاني جاء في صحيفة ماركا هذا العنوان: الملكي يدون رقما مثيرا من جديد. وفي الخبر: حقق ريال مدريد رقما قياسيا بعد تأهله لدور 16 بدوري أبطال أوروبا في نسخته الحالية، وقد فاز المرينجي على روما 0-2 عن طريق جارث بيل وفاسكيز، وبهذا الفوز يضمن ريال مدريد الصعود لدور 16 بالشامبيونز ليج في صدارة مجموعته بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بينما سيصعد روما لدور المقبل في المركز الثاني بعدما توقف رصيده عند 9 نقاط قبل الجولة الأخيرة. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن الملكي تأهل إلى الدور 16 بالشامبيونز ليج للمرة 23 في تاريخه كأول فريق يصل إلى هذا الرقم بنظام البطولة الجديد. كلني معكم مشاهدين ومع الأستاذ راشد خلف الناقد وصحفي الرياضي بجريدة النهار. أستاذي، الملكي سيد بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق ل 12 لقب، هذه الأرقام الآن ريال مدريد للمرة 23 يتأهل لدور 16،
مدى يعني أهمية هذه الأرقام بالنسبة لفريق بحجم ريال مدريد؟ طبعا مثل ما قلنا عن كريستيانو بالسنوات الأخيرة، ريال مو السنوات الأخيرة، ريال يعني طول البطولة من ابتدت في 56 للسنة هذه. ريال هو المسيطر، يعني مو غريب انه يكون هو الاكثر فوزا، الاكثر تهديفا، الاكثر يعني مشاركه. الفريق هو يعني بطل اوروبا، يعني هو نادي القرن في اوروبا. يعني طبعا هذا يعني اكيد اي رقم يتحط لازم يكون ريال مدريد. اي رقم قياسي لاي نادي في تشامبيونز ليج لازم يكون ريال مدريد اول نادي يحققه. هذا يعني نقدر نقول بطولة أوروبا هي بطولة ريال مدريد المفضلة يعني. فعلا يعني أي يعني ما هذا شيء مو غريب، يعني الغريب أن نادي آخر يسجل رقم مو مسجل ريال مدريد. هذا الغريب. صحيح السنة هذه ممكن أن مستوى شوية، لكن بالحديث عن المستوى أستاذ، يعني ريال مدريد كان آتي من خسارة مفاجئة بالنسبة للمتابعين لعشاق ريال مدريد من إبار بنتيجة 0-3، والكل كان يعني عطفا على ما يقدم روما من نوعا ما ثبات في الموسم أن تكون مباراة صعبة بالنسبة لريال مدريد، ولكن كل التوقعات خالفت النتيجة بفوز ريال مدريد 2-0. بداية وين تشوف ريال مدريد في ذهابه بعيدا في هذه البطولة وتذبذب المستوى بالنسبة لريال مدريد أسبابه؟ صحيح أنا الخسارة بالدوري يعني صحيح 3-0 كبيرة من ريال مدريد، لكن شفنا مستوى بالدوري يعني مو المستوى، يعني ريال مدريد متراجع بشكل كبير في الدوري. لكن أيضا إحنا لما نتكلم السنة اللي طافت الموسم الماضي لما فاز ريال مدريد بالتشامبيونز ليج أيضا كان بالدوري احتل المركز الثالث وما كان يعني المنافس القوي، يعني يمكن برشلونة كان منافسته أكثر مع أتلتيكو، لكن ريال مدريد كان بأوروبا مختلف جدا يعني. والسنة هذه يمكن يكون بس المستوى بشكل عام يعني مو مطمئن، يعني مو ريال زيدان. كان ريال زيدان حتى لو متراجع بالدوري كان في عنده ثقة، فايز ببطولتين وكان يسعى للثالثة على التوالي، فكان عنده دافع. السنة هذه حتى الثقة، اللعيبة فقدوا الثقة، طبعا رحيل كريستيانو، تغيير المدرب، حادثة المدرب بداية الموسم بكأس العالم أثرت على الفريق بشكل عام. يعني ممكن اللعيبة الآن في بعض اللعيبة فقدوا الثقة، لكن تأهلوا يعني ممكن نقول نوعا ما ثبات مستوى مع أنه تعرض لخسارة مفاجئة أيضا بالشامبيونز ليج. هذا ممكن يعطيه دافع، وننتظر طبعا. إحنا يمكن السنة اللي طافت مع باريس سان جيرمان كان الكل يتوقع أن ريال راح يطلع. تشوف أن ريال مدريد بعيد عن المنافسة في الدوري؟ لا، فيصب تركيزه على دوري أبطال أوروبا. شوف، ريال مدريد مرشح مهما كان مستواه، وخصوصا بدوري الأبطال مهما كان مستواه، مهما كان متراجع، ريال مدريد هو المرشح الأول لازم دائما في دوري الأبطال هو المرشح الأول مهما كان مستواه، لأن الاسم أنت فريق فايز هو الاكثر فوزا، الاكثر دائما، هذا يعني يعطيك هذا التاريخ. يعطي الفريق يعني مو نفس انت أهمية. مثلا يعني ممكن هذا لعيبه ريال مدريد يعني كاسماء، لو مثلا تجيب لعيبه باريس سان جيرمان نفس الفريق وتحط اسم ريال مدريد كاسماء، هذا راح يسيطر على كل شيء، لكن اسم الفريق، ثقل الفريق لما تلعب انت بريال مدريد رغبه الفوز تكون اقوى، الفريق يحقق انتصار بسهوله. يعني مكملك معك استاذي في اخبارنا العالميه ومع مشاهدينا، وهذه المرة مع صحيفة ميرور والتي أشارت وعنونت بالقناص الأرجنتيني. أغويرو يدخل تاريخ دوري الأبطال. سجل الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مان سيتي رقما مميزا خلال مواجهة ليون الفرنسي يوم أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري الأبطال. وذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الإحصائيات أن أغويرو نجح في تسجيل هدف السيتي الثاني في شباك ليون بعدما كان فريقه متأخر في النتيجة 1-2. وأشار الموقع إلى أن النجم الأرجنتيني سجل في آخر 6 مباريات خارج أرضه بدوري أبطال أوروبا، ويظل فقط كريستيانو رونالدو صاحب أطول سلسلة تهديفية خارج أرضه ب 12 هدف. رجعنا معكم مشاهدينا مع الأستاذ راشد خلف صحفي وناقد صحفي بجريدة النهار. أستاذي، أغويرو مهاجم مان سيتي، يعني رأيك وباعتقادك هل هو المهاجم اللي باستطاعته قيادة مانشستر سيتي لتحقيق الشامبيونز ليج بهذا الموسم؟ وهل تشوف أن مانشستر سيتي أساسا من الفرق المرشحة للذهاب بعيدا أو الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟ قياسا على المستوى اللي قدمه الفريق بالدوري الإنجليزي ممكن
يعني يعتبر من الفرق المرشحة أيضا. نعم. نتكلم عن أغويرو إنجاز الرقم كرقم رقم جيد طبعا، لكن هذه الأرقام يعني أحيانا أنك تسجل خارج أرضك أحيانا ما تسجل، لكن المهم تسجل لما يحتاجك الفريق. نعم. أحيانا ممكن تسجل وممكن الفريق يخسر يعني. يخسر. أي لكن المهاجم يظهر لما الفريق يحتاجه يعني. إحنا نذكر مثلا كريستيانو رونالدو لما أحيانا يغيب عن التسجيل لكن بالأدوار الإقصائية سجل بالنهائي، سجل يعني في مباريات كثيرة في الشامبيونز ليج. نعم. سيتي يعني ما تقدر تقول هل أغويرو هو اللي يقود الفريق. لأن دائما الفريق مثلا اللي درب غوارديولا منظومة غوارديولا خل برشلونة، برشلونة كان ميسي معاهم يعني ميسي يعتبره، لكن تكون منظومة يعني منظومة. ممكن يقيب لاعب يحضر أي لاعب، والسيتي بشكل عام عنده يمكن فريقين، قاعد فريق ولعب 11 وقاعد 11 ثانيين لعبهم نفس الشيء يعني. نعم. الفريق يعني متكامل. مشكلته يعني من وجهة نظري أنا طبعا غوارديولا يعني يعتبر من أفضل المدربين العالم، لكن المشكلة اللي دائما واجهته مع بايرن ميونخ مع برشلونة أنه طبعا يصر على فلسفته وعلى أسلوبه، أحيانا أنت تحتاج إلى تغيير يعني. نعم. أحيانا تحتاج لأن أنت أساس تفوز فيها المباراة، ممكن مباراة تتعثر، ممكن قدام ريال مدريد الأربعة مع بايرن ميونخ قدام برشلونة الثلاثة كان ممكن يعني كان واقعي شوية، لكنه يصر دائما على فلسفته، ممكن هذه بالشامبيونز ليج ممكن يدفع الثمن. هل تشوف فرق في يعني فريق مانشستر سيتي في من ناحيه الاداء في الموسم الماضي والموسم الحالي؟ اي طبعا تحسن بشكل كبير. طبعا تحسن بشكل كبير، وهذا يعطي اللاعبين ثقه. يعني دائما الفريق اللي درب غوارديولا محتاج يعني موسم او موسمين، لان هذه طبعا طريقه اللعب تحتاج فتره يعني. لكن بشكل عام قلت لك انا ممكن يعني ان يعني اصراره على اسلوبه وعلى فلسفته احيانا تاثر على الفريق. نكمل معك استاذي في اخبارنا العالميه مع مشاهدينا، وهذه المره مع صحيفه بليد والتي عنونت ليفا سادس وافضل هداف في دوري الابطال. دون الدباب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ رقما مميزا في ليله فوز البافاري الكاسح على بنفيكا البرتغالي بنتيجه 1-5 بدوري الابطال، وسجل ليفاندوفسكي هدفين الفريق البافاري في شباك بنفيكا ليرفع رصيده من الأهداف في الشامبيونز ليج إلى 51 هدف. وذكرت شبكة سكواكا للإحصائيات أن ليفا سجل الهدف رقم 51 وتفوق على الفرنسي تيري هنري 50 هدف لينفرد بالمركز السادس على قائمة أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا. كمل معكم مشاهدين ومع الأستاذ راشد خلف صاحفي والناقد الرياضي بجريدة النهار. أستاذي شلون تشوف يعني إحصائية ليفا مع بايرن ميونخ وتأهل الفريق للدور 16؟ طبعا الانتصار هذا أول شيء، الانتصار الكبير قبل أن نتكلم عن ليفا هذا يعني. نعم. بوقتها لبايرن ميونخ، بايرن ميونخ يمكن يعيش نفس الحالة اللي يعيشها ريال مدريد، تراجع الفريق وتذبذب وتغيير المدرب والحديث عن أنه ممكن يغيرونه. ليفا يظل مهاجم يعني مع تراجع مستواه بالفترة الأخيرة، لكن طبعا يظل هداف كبير. الحين المركز السادس طبعا مثل ما قلنا الترتيب كريستيانو ميسي. نعم. طبعا هذا مكان بعيد يعني راؤول اتوقع مع نستروي وتشيفتشينكو اعتقد هذيل الاربعه او الخمسه اي الحين الوصل، بس طبعا انه بعيد يعني ما يعني ممكن قدامه موسمين ثلاثه لا بس ما يقدر يوصل يعني او ينافسهم او حتى رغم راؤول ما يقدر يوصله يعني. اتوقع بشكل عام استاذي شلون تشوف تقيم يعني الى الان مشاركه بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال اوروبا وكذلك على المستوى المحلي؟ يعني هو الان متاخر عن بروسيا دورتموند اعتقد في المركز الثالث او الرابع. هذه نقطه. اثنين، على الرغم من تحقيق الفوز يعني طلعت كثير من الاخبار بان اذا ما حقق الفوز بايرن ميونخ يوم امس من الممكن باحتمال كبير اقاله المدرب وتعيين، طلعت الاخبار ما بين فينجر وزيدان على الفوز، على تحقيق الفوز يوم امس، هل هذا نوع من التقدير استقرار الاوضاع في نادي البافاري؟ اتوقع ان الفوز ونتيجه كبيره ايضا هذا ممكن يعطي الفريق بعض الثقه، يعطي المدرب ايضا فتره. نعم. يعني الفرق الالمانيه وبايرن ميونخ بشكل يعني خاص يعني دائما يعني يعتمدون على المدرب المدى الطويل يعني اللي مو ما يشيلوا مدرب، لكن السنوات الاخيره الضغط الجماهيري حتى بالسوشيال ميديا يعني. نعم. صار الضغط يعني اللاعب يشوف راي الجمهور مباشره. نعم. مو نفس في السابق انت يعني ما ممكن بالمباراه تسمع الجمهور، لكن الان هذا الضغط على طول يعني تخلي حتى الاداره تفكر على طول انه لازم عشان يسكتون الجمهور يكون في تحرك. فهذا كان ممكن صح ممكن اذا خسر ممكن،
بس بشكل عام هذا مو بايرن ميونخ أصلاً يفوز بالدوري وبالكاس وبالسوبر محلياً وما يرضي جماهيره، لأن الهدف دائماً أنك تفوز بدوري الأبطال وتفوز، لأن المحلي مثل باريس سان جيرمان نوعاً ما يوفنتوس بإيطاليا. نكمل معك أستاذ في أخبارنا العالمية وخبرنا الأخير من صحيفة مترو والتي عنونت لاعب توتنهام الإنتر واحد من أفضل الفرق بالعالم. أكد موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام صعوبة مباراة فريقه أمام إنتر ميلان اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال سيسوكو: يجب أن نقدم أفضل أداء لدينا ونبذل أقصى جهدنا في الشامبيونز ليج، لأننا سنلعب أمام أحد أفضل الفرق في العالم. وأضاف لاعب توتنهام: نحتاج إلى إظهار أفضل مستوى ممكن من أجل إحياء فرصتنا في التأهل للمرحلة المقبلة، وليس أمام توتنهام سوى الفوز على ملعب ومبلي لإحياء فرصته في التأهل لدور 16، في حين التعادل يمنح التأهل للفريق الإيطالي. بشكل سريع أستاذي راشد خالف الناقد الصحفي الرياضي بجريدة النهار، توقعاتك مباراة اليوم ما بين توتنهام وإنتر ميلان، إنتر ميلان صاحب المركز الثاني خلف برشلونة متأهل مسبقا، توتنهام صاحب الأربع نقاط، توقعاتك المباراة؟ طبعا يحتاج التعادل إنتر، لكن المباراة يعني ما راح تكون سهلة بالنسبة لإنتر. أتوقع أن المباراة راح تكون صعبة لأن توتنهام خصوصا قادم من فوز على تشيلسي ومعنوياته مرتفعة. وهذه المباراة مهمة يعني مفصلية، ومعنا مع الصعوبة أن توتنهام لأن تنتظر مباراة مع برشلونة وأنت تنتظر مباراة مع أيندهوفن. إنتر فرصته يعني أسهل يمكن بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بس أتوقع أنها راح تكون صعبة على إنتر، توتنهام ممكن يفوز. كل شكر للأستاذ راشد خلف الناقد والصحفي الرياضي بجريدة الجريدة عفوا بجريدة النهار على تواجدك معي في حلقة اليوم من ما بين السور الساعي. شكر لك وللساده المشاهدين. شكرا لك أستاذي، وشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. مباريات عدة على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي بدوري أبطال أوروبا، وكذلك نذكر بقمة المباريات المحلية ما بين العرب القادسية في ليلة اليوم في 7:30، فمباريات ممتعة ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. نلقاكم في حلقة الغد مشاهدينا وأخبار رياضية جديدة في ما بين السطور. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.